هنشرح المسألة اللي هي 3.9 اللي هي دي. المسألة بتقول لك determine the height h to the top of the inclined day، يعني عايز الارتفاع ده الأول هنا الأول هنا to which the 200 كيلوغرام رولر كوستر كار، يعني ام وزن العربية هو 200 كيلو جرام. بيقول لك we reach، يعني بيقول لك العربية دي لما تطلع فوق عند الحتة دي if it is launched at B، لما تبدأ تطلع يعني في المحور ده من عند نقطة B with speed sufficient to for to، بيقول لك يعني هتمشي بسرعة كافية ان هي تطلع لغاية النقطة اللي فوق دي. around the top of the loop at C، سوري بقول لك هي كافية ان تطلع لغاية الحتة دي، يعني هو من اول نقطة B هتمشي بسرعة معينة لغاية لما تطلع عند النقطة دي. تمام. without leaving the track، من غير ما تسيب الايه المنحدر ده، يعني هتمشي كده 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 من غير ما تسيب الايه المنحدر وتمشي تطلع فوق كده. The radius of curvature rho c 225، الradius بتاع curvature ده هو 25. ماشي. طبعا القوة الوحيدة اللي بتأثر على الجسم ده هي قوة وزن العربية فقط، قوة وزن العربية هي اللي بتخليها تتحرك مع السرعة لحركة العربية، وقوة وزن العربية هي اللي بتخليها ايه بتزق العربية الأمام من الأمام لغاية لما تطلع فوق خالص. هو عايز لك بقى لما تطلع لفوق خالص كده ايه الارتفاع بقى اللي طلعته، الارتفاع ده كان كام؟ طيب هنشتغل بقوانين بتاعتنا عادي. بنقول الآتي، أول حاجة بنقول الجيفن هو الآتي، بنقول ان كتلة العربية هي 200 كيلو جرام، بنقول ان التايم تيكن يعني الزمن من نقطة A ل B بيساوي 3.5 ثانية سكن، رو اوف كيرفيتشر بيساوي 25 متر، بيساوي 25 متر. طيب هو عايز ال h، h بكام، وعايز السرعة لما وصلت لنقطة d اللي فوق خالص دي، النقطة دي هي دي نقطة d، السرعة عندها كانت بكام والارتفاع كان كام. تمام تمام. احنا عندنا طبعا بما ان ده radius of curvature انا عايز اجيب السرعة، اجيبها ازاي؟ انا عندي جسم العربية بالشكل ده معروف كيرفتشر، وبالتالي قوة الوزن تؤثر الى اسفل بالشكل ده، وعندي النورمال فورس. طبعا بما ان في الدايرة او في رو كيرفتشر في الدايرة دي القوة الوحيدة المؤثرة على العربية عشان تتحرك بالشكل ده هي قوة الوزن، فبالتالي الـN هنا هتساوي صفر، نون كونسيدر، مش هتبقى موجودة أساسا. تمام. يبقى القوة الوحيدة المؤثرة على هذه الجسم هو قوة الـM جي، قوة الوزن. تمام. الكلام ده كله عند نقطة A، عند نقطة C، عند نقطة at C. طيب نقدر نستخدم قوانين equation of motion، summation force في النورمال بيساوي M عجلة نورمال، ده قانون summation force في اتجاه النورمال، مفيش هو ال MG، مفيش إلا ال MG،
هو طبعا ام جي بوزيتيف. ليه بوزيتيف؟ لان اتجاه الحركه هو لاسفل، اتجاه الحركه راح كده ونزل وهيطلع تاني، فهو في الاخر اخر المحور هو ايه؟ نزل لاسفل، يبقى اتجاه الحركه هنا موجب، يعني ابتدى من هنا وراح كده 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 ونزل هنا، يعني بدل هو نزل يبقى ده اتجاه الحركه وهو اتجاه الاسفل بالموجب. طبعا ان بصفر فمش موجود اساسا، فبتساوي ام اي ان. اي ان ده قانون الاي نورمال، بتساوي في سكوير على رو او على ار. طيب الفي سكوير دي بتاعت ايه؟ انت مش انت بتشتغل عند نقطه سي، يبقى الفي سكوير دي اللي هي بتاعت سي، في سكوير سي، هي دي السرعه اللي انا عايز اجيبها، اللي هو كان عايز يجيبها. تمام. طبعا ما بين الام هنا مضروبه هنا ومضروبه هنا، انا من حقي ان انا اقسم على الام واطير الام، وبالتالي الفي سي سكوير هتساوي الجي في الرو، والجي موجوده والرو موجوده، الجي بتساوي 9.8 والرو بتساوي 25، بتساوي الفي سي سكوير. يبقى إذا الفي نفسها هتساوي الجذر الكلام ده، يبقى هيساوي الفي تطلع معاك ب 15.65. يبقى كل اللي احنا عملناه ده ان احنا جبنا السرعة عند نقطة سي، لما العربية مشيت من نقطة بي وطلعت بسرعة بسرعة لغاية لما وصل عند نقطة سي في هذه النقطة، كانت سرعتها كام؟ 15.65 متر بير سكند. جبت السرعة. طالما في سرعة أقدر أطبق القانون التاني، وهو بيقول تي تي سي ناقص تي دي بيساوي دلتا سي دي. هو قال لك هنا الارتفاع ده في بداية الأمر، قال لك الارتفاع ده هنا 35، يبقى ده كان المستوى الأولاني. بعد كده قال لك المستوى التاني هو ده، يبقى هو هنا كده بيقارن ما بين طاقتين، طاقتين وضع، طاقة الوضع الأولاني اللي هنا، طاقة الوضع اللي هنا. وأنت جبت السرعة هنا، جبتها اللي هي الفي سي 15.6، ودي كده تعتبر الكاينتيك انرجي. والسرعة لما توصل فوق خالص تبقى بصفر. تمام، السرعة لما توصل فوق خالص بصفر، بقى عندك كده طاقة وضع يمين شمال وطاقة وضع يمين، وعندك كاينتيك انرجي شمال وعندك كاينتيك انرجي يمين، يبقى كده تقدر تطبق قانون القانون ده اللي هو بيقول ايه؟ بيقول الآتي: الكينيتيك انرجي عند نقطة سي ناقص الكينيتيك انرجي عند نقطة دي بتساوي البوتنشال انرجي من سي لبي، البوتنشال انرجي اللي هي دلتا من سي اللي هي يو من سي لبي من سي لدي اللي انت هتقارن ما بينهم. النقطة نقطة معلومة ونقطة غير معلومة. النقطة المعلومة اللي أنا جبتها اللي هي السرعة كينيتيك انرجي عند نقطة سي، وعند الارتفاع خير وبركة. النقطة التانية اللي مش معلومة هي نقطة دي، يبقى عن طريق نقطة معلومة أقدر أجيب النقطة الغير معلومة. تمام، الكينيتيك انرجي عند نقطة سي هو القانون بيساوي إيه؟ القانون بيساوي قانون الكينيتيك انرجي هو نص ام في سي سكوير، ده هي عند نقطة سي يبقى سميتها سي سكوير، نص الكينيتيك انرجي عند نقطة دي نص ام في دي سكوير. في مشكلة؟ في اي مشكلة؟ مفيش اي مشكلة. بتساوي ايه؟ البوتنشال انرجي، البوتنشال انرجي ما بين السي والدي، ما بين السي وبين الدي هتساوي ايه؟
هتساوي ام جي اتش، طاقة الوضع هي ام جي اتش، ام جي اتش. لغاية دلوقتي انا كتبت قانون مفيش اي مشكلة. القصة بقى في الاتش دي بتساوي كام؟ بتساوي كام؟ اتش النهائية اللي هو مديها لك في المسألة هي اتش هنا، اتش دي من هنا لهنا هو مش عارفها، لكن انا اقدر اجيبها. اقول اتش النهائية دي ناقص اتش الابتدائية، الابتدائية دي واسميها اتش نود مثلا اللي هي 35 متر، يبقى اتش نهائية اللي هي دي كلها اطرح من 35 متر، اجيب الاتش اللي هو في القانون، تجيب الاتش اللي في القانون. يعني نمشي مع بعض كده. ممكن قبل ما اشتغل، بما ان دي مضروبة هنا الام مضروبة هنا مضروبة هنا مضروبة هنا، اقسم على ام، اقسم على ام، فهتطير الام اللي في المعادلة دي ودي ودي، هيبقى نص في سي سكوير ناقص نص في دي سكوير. طبعا العربية دي لما تطلع لفوق خالص هي مش السرعة بتاعتها مش هتزيد، هتيجي عند نقطة دي وهتقف، هتيجي عند نقطة دي وهتقف، وبالتالي السرعة عند نقطة دي هتساوي كمان صفر. يبقى ما عندكش انت الا نص في سي سكوير بتساوي جي اتش. جميل. اتش بقى بتساوي ايه؟ اتش هو الارتفاع النهائي اهو ناقص الارتفاع الابتدائي، يبقى اتش ناقص اتش نود او اتش ناقص 35، يبقى نص ال في سي سكوير. انت جبتها، انت جبت ال في سي بكام؟ جبته ب 15.65 سكوير. حط التربيع بقى عليها، بتساوي عاجة الجاذبية 9.8 في اتش. اتش احنا قلنا النهائي ناقص الابتدائي، يعني اتش ناقص كام؟ 35. وبالتالي بقت معادلة في مجهول واحد تعرف تجيب ال اتش، هيطلع لك ب 47.49 متر. هو ده الاتش اللي هو عايزه. تمام. يبقى فكرة المسألة انك من نقطة بي العربية هتتحرك في الرو اوف كيرفيتشر ده، هو مديك الرو اوف كيرفيتشر، لما توصل لنقطة سي هنا في النقطة دي تمام هتحللها، هتلاقي قوة الوزن الوحيدة اللي بتأثر عليها اللي هي ام جي، مفيش نورمال فورس، ماشي في رو اوف كيرفيتشر تمام. فبالتالي ان بتساوي صفر، وهتطبع نفس القوانين عن طريق المعادله دي هتجيب السرعه عن طريق ان دول الاي ان العجله في اتجاه النورمال بتساوي في سي سكوير على رو، وبالتالي الفي سي سكوير هتساوي جي فرو. جبت الجي فرو، الجي موجوده ورو موجوده، تعرف تجيب السي بكل سهوله تمام. جبت السرعة، خلاص بقى انت عندك هنا سرعة وبقى عندك ارتفاع اللي هو 35 متر، والناحية التانية عندك سرعة برضو اللي هي الفي دي اللي هي بتساوي صفر، وعندك ارتفاع كده، بقى عندك سرعة وارتفاع، وسرعة وارتفاع تقدر تطبق قانون الانرجي تمام، هو انك تقول تي سي ناقص تي دي بتساوي كينيتك انرجي عند نقطة سي ناقص كينيتك انرجي عند نقطة دي، الفرق ما بينهم يعني بيساوي البوتنشال انرجي عند نقطة سي ناقص البوتنشال انرجي عند نقطة دي، او من سي الى دي، وتحط بقى التي سي والتي دي والبوتنشال انرجي ما بين السي والدي اللي هي الاتش، والاتش هنا كانت بتساوي كام؟ فين؟ اهي اتش الكلية ناقص اتش الابتدائي. اتش الكلية مش مديها لك، لكن مديك اتش الابتدائية اللي هي 35 فتحطها في الاعتبار، وبالتالي جبت انت ال H H ناقص 35، وعندك السرعة موجودة وكل حاجة موجودة، هجيب الارتفاع ب 47 و 49 من مليون.